واش فهمتيني؟ في فين انت غادي تدخل تنافس مع هذا السيركوي؟ غير فرع غير فرعك عنده وجهين ديال 1000 وانت شحال جهدك كاع تجيب 10000 غتمشي عنده هو هنا غيبيعها لك بحال انت ما مشيتي للشين غيقول لك ها كوفي انت تبيع وجه عندي حيت كوم علاش لي كوميرس والدراري ديال يوكام راه كيديروا تحيه ليوكام والله دونك ابو ياسين هذا كنا كنجيبو كونتينر ب 60 مليون كيخلي لي واحد 5 دركه ثم بديت كندخل ديك 5 6 8 10 في الشهر بالربع فهمتيني الدراري دابا شوف راه 5 مليون راه والو راه هذا الشيء غيصدم 5 مليون راه والو 10 مليون راه هو تقول عندنا واحد الرق راه عند رقم الصرف واش فهمتي؟ إلا سولتيني أنت اش باغي دير بغيت تشوف الماكس اللي وصل ليه اطلع فهمتي؟ باش تعرف حيت هو رقم غتباع شحال واحد كيقول لنا لي راه كيربح 5 مليون راه حتى لعبة راه باقي عندك ساحة الصغار فهمتيني؟ سكيفي هنايا بديت كندخل هادي طم طم واللي كان فيها مزيان ما كنشرب ما كنتكيف ما كنطيس ما كان والو لا لا مجوج مجوج لا والو لا لا دوزت دوزت الطاجين مجوج دابا 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 تخلي دابا الانتليزيز واش تاكل الطاجين يبدي يضحك وا شوف اجين تاكل الطاجين عارف اش عارف اجين اجين فالتيري لي منين كنبقى غريش تسليم ثم باش نرجعو لهاد اللعيبة كتعطي فهمتي 5 6 وهنا كانوا عاوتاني كيتحشموا علاش؟ ملي كتهضر على القهوة كنا كنبورطيو الحب خدام وكاينين دي تريدر نفس البلان واخا واخا هي راه قهوة حنا ما كنحبش بزاف الناس يصحاب لهم راه المغرب ما تزرع فيها القهوة ما كتزرعش كلشي كنبورطيونا على برا وهاد الناس اللي شادين هاد البيت العاقة ديال بصح كيجيب 30 40 50 كونتينر في الشهر حنا كنجيبو كنا مشاركين وتخبطنا جا واحد السوري قعدنا شيكات لا ماشي حاج هذا سوري هذا الحاج ماكدو برجر كينغ بيتزا حنا وهادشي اورغاني ولا ما بقاتش البراند وكرامات وكرامات شكون حنا شكون حنا وكرامات دونك الصاد تبقى بينا خدامين وصلنا والله فاش هيك ما طولت شوف تلا بابا دابا كنت تقريبا تلعب سمعتيني كمل كمل هاد الموضوع شوف الماكلة موفيزا خرجت على التقليل لي زانتوكسيكاسيون روينا هادشي تسكيلا بزاف هنا فرانشيز انا فرانشيز ديال واحد السيد عطينا السمية لا 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 لقيتها الصاف باش تدخل هنا في روينا هادشي تسكيلا بزاف هنا فرانشيز انا فرانشيز ديال واحد السيد عطينا السمية لا 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 لقيتها الصاف هنا خويا ياسين كاينين ثلاثة ليليف كاين ميك ماني كيب ماني وملتي بلاي ماني راه تميك الماني ولكن مشيتي شريتي بها رونج روفر دبرتي لها واش فهمتي البلان خاصك ديرها تلبدها وتولدها معلم
كين اخيات طوزيام جيرسي حط الكام نخلصها صح تتسالي نفس الكونسيبت معلم طوزيام جيرسي خلق ولا اصلا طوزيام جيرسي الطيف الثالث واش مغربي ولا امريكان اغلبيه بزاف ما تيعرفوش بلاتي خلنا شويه السيسبانس فهمتي مكبتها وملبدها فهمتي ديك اللعيبه ديال قلبوا عليا تطلعتي ديك ستوري ديك اللعيبه مصور لك حمامه فهمتي تشوف لايف از نوت هارد كتشوف لك شي تكتب بزاف ما تلقاش داك الشيء فهمتي بزاف تكتب تكتب بزاف امريكان وتكون تصفقوا عليه حرام حسن انبار اكسبير اكسبير حسن انبار حسن اكسبير اسيو ماشي مغيب ميريكاني ولكن غير تواضع غير دومي معنا بالدارج تشوف شوف حسن تطلق ليهم شويه لونجلي باش فهادي ولسكتو شوف عطاك 10 ثواني جوج ثواني وشي لعيبه دغيا غنحبس واحد جوج ثلاثه سير طلق زيد شي لعيبه اخرى زيد لالفابي شكرا لكم حنا جيتو ثانك يو فور بين هير ثانك يو فور بارك بارك لا 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 صافي صافي حنا الدار نمشيو لا بين هذا بارك واش ابو حسن مزيان مزيانه هادي شوف هذا تصيل ديال بزاف الناس هنا ما عارفينكش قدم راسك لهم وانا غير مصدق مع بعض صافي خذ راسك ابو حسن اولا شكرا بزاف للسياسي على الانفيتاسيون دوك خمسه الناس اللي كيعرفوني هنايا ماشي اللي ثانك يو اللي ما كيعرفونيش كنقربوا شويه ميكو صافي حسن عنبر اللي جوبونسون كنا اكبر واحد تقريبا في لابليبار الناس اللي كيديروا هذا الشيء ديال لونتربرونيا وهذا الشيء ماشي لونتربرونيا ما نسميه ديجيتال ماركتينغ اونلاين ماركتينغ انترنت ماركتينغ حيت بديت شحال هذه بديت 2005 اول شيك غادي ناخذو ديال هذا السنسك جوج 2006 كانت جات فيه واحد 1700 دولار جيت من الرباط كان من الرباط جيت حتى لكازا سيتي بانك هنايا في الزينيت ديالنا باش نكاشي تشيك اول رئيس ديال الله كنت كنعمل ليه اول شيء كنت حنا باش ناخذ الفلوس ديال السنس خصك تصافى داك الشيء شفت تمشي من برا كازا مشيت خرجت في الامريكان رجعت مليون دولار في مليون دولار هي اللي عطيتها بلاتي شحال في أدوز على المادة مع شغلة هي الأولى وزارة الداخلية دي سوس بغيت غير الاسيو بوغ لو مومون غير الاجونس انا بديت فقير جدا 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 كبرت في الرباط باش انك تطلع بيزنس اللي وصلت ليه وقبل عين كيما وصلت الرباط شحال بزاف معنا مربط هنايا خرجت 2002 شاف كيفاش كنت شعر بيضاء 2002 باقي عندنا بابي هنا بزاف الناس اللي خدامين معانا في ليكيب كنقول لي 2002 راه خديت الباك كيقول لي لا باقي ما زاديش باش يعاون دونك التصفيقات اليوم كاملين ديما الناس كيسولوا بك دير لايف ولا كدير كي وانا في انستغرام السؤال ديما باش نبدا شنو نبدا وديما النصيحه ديما النصيحه كتمشي نقول ليه خذ الوقت تعلم واحد السكيل
كيما يكون عندك الايميل ماركتينغ، يكون SEO، يكون فيسبوك از ميديا باين زعما، اي حاجه كيما كانت تعلمها اللي عندها واحد القيمه مضافه على اي اونتربريز لا في المغرب ولا برا ولا فاش ما كان، وسير بها السيرفيس. تقدر تبدا كفريلانسر، كاين لي بلاتفورم بزاف تقدر تبدا بهم باش تدخل بهم في الفلوسات. واحد مثلا في واحد النيفو اللي ما عندوش زيرو درهم، كاين لي بلاتفورم راهم عارفين فايبر اب وورك كذا، ملي كتبدا نيشان كدير سيت ويب ديالك، كتولي عندك البورتفوليو ديالك. ما كنهضرش على اساس انك راك مثلا ديزاينر ولا شي حاجه، ماركتينغ سيرفيسز. علاش الماركتينغ سيرفيسز فيهم الفلوس؟ لان انت ديك الخدمه ديالك عندها واحد التاثير في عندك اونتربريز، تقدر تطوب لهم شي ثقافه، تقدر تريبليت، تقدر تطوب في اربعه، تقدر تطوب في خمسه. علاش حنا مثلا اختارينا اس يو واخا فيه الكونفيرونس بزاف بزاف، راه كنتنافسوا مع الفلبين ومع الهنود ومع اوكرانيا، واخا جاتهم الحرب راه مازال خدامين، واخا هكاك راه فيه زعما فيه الفلوس. علاش؟ لان واحد النوع ديال البيزنس سبيسيفيك كيستافدوا بزاف بالاس يو. لو بغيتو تعلمو اسهل حاجه راه يوتيوب فيه كلشي دابا. اللي خاص انت دير يعني مثلا باش تعلم وتمشي بعيد في اي دومين، وتسد عليك تكونسونطرا وتعلم وتحاول تبراتيكي. واحد الحاجه اخرى تقدر تقول لي مثلا بغيت انا نتعلم ان ذا ريل وورلد، زعما نمشي نتعلم في دي زونتربريز ديال بصح، هي شنو غدير؟ غادي تمشي تقلب دي ستاج دي زونتربريز، ودابا كاين ريموت ورك، كاين داكشي ا ديستونس، تقدر تخدم مع دي زونتربريز على برا انجليز في امريكان وتستافد بزاف، وتقدر كاع توصل واحد يقول لي زعما ها بزاف غير بهذه الطريقه هذه. حسن هذه القضيه اللي قلتي زوينه، كاين شي سيت تقيدوا فيه شي لعيبه كذا يدخلوا يقلبوا فيه بحال هذا القضيه ديالي. لي ستاج زعما؟ لي ستاج. اما كنتي تخدم معاهم في اليوغا. نورمالمون ما كاينش شي حاجه سبيسيفيك، حيت هذا الشيء خصو شويه ديال الخدمه، خصو شويه ديال التقلاع. كندير واحد الحاجه ديما كنكبر انا سميتها كولد ايميل. كتقلب على لي زيميل ديال الناس، كتسد لهم دي زيميل سبيسيفيك بيرسوناليزي، كتقول لهم هاي سميتي ها سميتي ها الاكسبيرينس ديالي، ومبغيت ندير معاكم واحد ستاج ديال 3 شهور ولا 4 شهور ولا عام ولا فري مثلا ولا هذا ولا هذا، باش نخدم معاكم باش نتعلم. الاغلبيه ديال اللي في امريكا راه ما غاديش غير يحشموا، غتخدم معاهم شهر شهرين غادي يخلصوك. والا ما شديتي والو مع شي اونتربريز في كندا ولا امريكان ولا اوروب اون جينيرال، راه يخلصك سالير مغربي 1000 2000 حتى 3000 دولار الا خدمتي معاهم مزيان، وكنتي زعما بينتي على اساس ان راه عندك الحنتي اللي كما كنقولوا عندك ما تقول في داك السكيل. من بعد نيكست ستيب هو دير اجونس. اذا كنتي باغي تدخل في العالم ديال الانتربرونيا، كتولي كتمشي كتقلب على الكليان كولد ايميل ليك، تقدر تقلب على كولد ايميل كورسز، تعلم كيفاش تبقى تبيتشي داكشي ديالك للناس لي زونتربريز لي سيرفيس ديالك. من بعد كتمشي الى وصلتي فتي قلت الكليان 10 الكليان مثلا، فتي ديك 10 شركه في الشهر في الريفوني، تقلب على بنادم اللي خدم معاه. وتما عاوتاني واحد العام اخر ديال التحديات، انك تلقى واحد اللي تيق فيه معاك، تعلموا الحبه ديالو. لان كاين مراحل، ولكن كيما قلت تقدر تبدا صغير ب 1000 دولار ولا 2000 دولار ديال المدخول في الشهر، تقدر توصل حتى ل 100000 دولار في الشهر، 80000 وهي غاليه. تقدر توصل لواحد النيفو اللي بعيد من المغرب. هادشي كامل ما درتوش في الميريكان، درته هنايا، درته يعني كيما نقول واحد النقطه قبيله، باش توصل لهذا النيفو هذا راه ما خص لي زوتي كاينين، الكورس كاينين، كلشي موجود، كلشي موجود، اللي بغيتي راه كاين. خصك هذاك لا ديسيبلين، خصك الكونسيستنسي، خصك هذاك انت والمايند سيت ديالك فين باغي توصل. لان راه ساهل تقول لبنادم راه تقدر توصل لمليون دولار في العام في 3 سنين ولا في 4 سنين. ولكن واش هذاك لا بيرسون واش باغي يوصل لذاك النيفو؟ واش باغي يخدم هذاك الشيء؟ تما فاش بقات؟ فوق في المايند سيت ديالك واش باغي توصل لذاك الشيء؟ لان راه رحلة ديال العذاب الأليمة ما سهلاش، حتى حاجة سهلة. واخا نقول لك راني عندي 40% ديال البروفيت، واخا هكاك راه فهمتيني مازال راه ماشي غير ماشي تقريبا غف دابا غف هاد العام الأخراني حتى وصلنا لواحد النيفو في الأجونس زعما الحمد لله والشكر لله لأن وصلنا لواحد النيفو مزيان، عاد داك ديال الشعر عاد داك ديال الحياة عاد كنت كنتكمش فهمتيني، لأن واخا هكاك راه كان مازال كاين مشاكل، كانوا كيهضروا قبيله على من عاد السنه ما كتبقاش ما عندكش كيفاش تخلص ليكيب ديالك مثلا في الاخر شهر حيت بلا ما خلصتش داك الشيء. داك الشيء كامل تزنا منو عايشين فيه. باغي تعيشوا دابا؟ باغي تعيشوا دابا؟ لا العاقه موجوده دابا الحمد لله. اللي بغيت تسلم رجع الحاسم. برافو برافو.
applaudissez. ديك الدايره ديك الحياه اليوميه ديالنا حنا فرق كبير ما بيننا وما بين اوروبا وامريكا. حنا كتعذب فاش كتبغي تشد طاكسي مول طاكسي كيدرز معاك كيطلع من داك الدار كتفك كتفك في مدينه صعيبه والله جيل كازا جيل قدا شي غلط ما بقيتش ما بغيتش نشد كريم كنت مزروق في الطاكسي كتفك فواحد كيدرز كنت كنقول كل شافوني زمان ليكيب دابا عندنا تقريبا واحد 25 واحد في ليكيب اش غنقول لك ماني انا كاين شي واحد ما غاديش يهضر معايا حيت راسه وكاس كيف كندير بزاف ما بين واحد الخونا طال عليه الدم مع مول الطاكسي غير هذاك اللي دخل لك يقعد بحال هكا بزاف راه بلا ما كيديموراليز بزاف راه كيديموراليز بزاف دابا شي حوايج اللي كيمرضوك ولكن كتكون ماشي في امريكا بلا طريقه باش كيصوبوا ما عندناش اللي شاف في ستوريات راه عارفين شي الصوب كان كيدير وستوب ستوب يحترموا عرفتي راه بحال ما عرفت شنو بحال الرايد امريكان كتشوف ستوب يحبس بنادم كفار هذه هي الطريقه العيش اليوميه ديال الناس وهذا الشيء راه ما غاديش تشوفوه في الاخبار ما تشوفوش في الميديا لان ملي كان مازال هارب بزاف علينا واخا بالمشاكل اللي فيها واخا بداك الشيء واخا غتمشي لدبي وتعجبك الحال مشيت لدبي نورمالمون مشيت لها شي 4 مرات غير مره حليت فمي بزاف في داك الشيء اللي عجبك بزاف في الشهر ثلاثه كان هذاك ليفينمون واخا هكا دوبي توصل كما توصل مع عمرها ما توصل لامهم كما كان سميها لها ميريكان والطريقه باش كيفكروا ديك الحياه باش باش اللي تستر على شي هدف راه كيوصل ليه بغينا حتى حنا تكون عندنا المايند سيت بغينا حتى تكون مغربي تكون كتساوي ميريكاني في العقليه هادشي اللي بغينا حنا ولا تستوفيت كبير
كبير واحد 5 سنين كذا وهذا ديك الساعه عندهم سبيسيال زين زين صافا كلشي مزيان الحمد لله صافا زين شوف صافا خويا الصغير تولي خيرك عليا مع مانت فهمتيني في الزيت هو الاستاذ ديالي في التريدين واللي بدا معايا من الاول شوف كيما تقول تقول الظاهرة عنده واحد السكيل خطر واعر بزاف شي هابي نتورك عرفتي كيفاش دابا انا شيبان دابا انا عندي 34 عام كيفاش عرف ولد عنده ديك الساعة كانت عنده 17 عام كيفاش عرف يجوني عنده ويولي صاحب هاد لا ميثود خيالي شرحها لي مزيان السلام عليكم بعدا حيت حداشو معانا ولبيتو الطلب ديالنا كيفاش عرفت يا سين دونك كيما بزاف اللي عطاتو على الصويه ديال وقت مخشولة شكون عطى عليها هنايا وقت مخشولة ميشا دونك كان هذيك الصويه ديال وقت ميشا انا كنت كنت خليك دونك ميشا باقي كنديرو صيفط ليه واحد لو بروفيل صيفط ليه كومون جو ترافاي اوسي دونك صيفط ليه صافي شافها بوست على الستوري عندي باقي حتى واحد ما كيعرفني دار شوية د الوقت جاني ياسين قال لي هادشي كخدام دونك أول حاجة فاش دخل عندي ياسين كان كيصحابو كان يعطيك الكريبتو دخل كنحطها كتهضر في ألف كطلع هادي هي الفكرة الأولى اللي كانت عندهم فقلت ليه لا كتدخل هاد الدومين واخا يكون المارشي هابط كتقدر أنك تستافد منه والعكس صحيح دونك هادي بعدا الفكرة اللي كانت عندهم غلط دونك كان جا عندي ديك الساعة كان فيه الكوفيد كانت أون نوفمبر جوي نوفمبر كان في الكوفيد ديك الساعه دونك دوا معايا هذاك ياسين غادي نبداو مونتورينغ واحد واحد نبقى غادي معاك شويه بشويه كل نهار ان شاء الله تبقى غادي مزيان دونك داكشي اللي درنا كان غادي بالليل ليكول بحال هكا اش جات الساعه تبدا بغيت نسولك معايا ما تسناليش انا عطاني هو الاول دونك بغيت تكسب شي واحد بغيتي نتوكل على شي واحد مشيت تقول لي السلام عطيني نمرة التليفون ديالك لا شيف سي عندو قول لي انا اش ندير انا فين نقدر نفعك ديك الساعه هو غير يقلب على الكونتاك ديالك اوتوماتيك ما تعطيه اوتوماتيك ما غير يرجع اكزاكت دونك خذ هاد لاسيك كما قال ياسين اون فوا تبغيت نتوركي مع شي واحد شوف انت اولا شنو غاتقدم ليه لا البريزونس ديالك كتكون عنده ما غيستافد والو زعما لا نوليدج لا والو دونك شنو الاهميه ديال انك غادي تكونتاكيه هو شنو غير دونك انت فاش غاتقدم واحد خاص هو ياخذ معاك اخذ وراك وقبل ما ندوي مع ياسين انا صراحه ما جافي با ليدي انني تنخدم افيشا ولا وليو بزاف ناس كيعرفوني بالدومين انا قلت 18 عام نقدر مثلا نحتاج في الموبيليي باغ اكزومبل نبغي انفيستي عندي ان كونتاكت دونك سخر الله كان باطاجاني وهادشي علاش انا قلت حداكم صراحه بسبب هاديك هي هذيك صافا بقينا غادي شويه بشويه حتى ياسين بدا كيدخل الدومين شويه راس دونك كنا تقريبا بخاتيكم كل نهار واحد الريتم شويه طالع باش تقدر انه الحمد لله زين بغيت نقول لك فلوس بكيا حتى شنو فلوس انا ما عرفتش انا ولا شي بلا فلوس فوالا فلوس حيت كلشي كنتي تيقلب على الفلوس فوالا بلا فلوس هذيك اللعيبه راه حول مول من كذا غادي شوف تصور لي بالحنا ما مشاش شي دونك شي بلاد فهمتي دابا تشوف في الشات مع راسنا ماشي تيبارطاجي تيبارطاجي كنصور لك واحد الوضع واحد تيقول لك واحد شاد بانسن في البروفيل ديالو وبارطاجي وضع واش شايف واش شاد بانسن صافي هذاك صافي البان ديالو وصلات خدام صافي ديالو صافي راه بات ما تقارنش راسك مالناش بغيتي تشري مرسيدس 43 منهم تشاورتي معايا صح بلو ما بغيتش ولكن ملي شفت راسي انني ياسين عندي 34 عام ان جون عنده 18 عام بغيت شي طوموبيل 43 مليون حطيت راسي بلاصتك فكرت بلاصتك قلت لك معلم 5 على كبير سير الناس هذه وهذيك ولكن قلت لك صافي عيش من بعد نشوف دوطخ انفستيسمون بديت ندخل شويه فلوس هذا 20 22 عام مي انت بدا تخلص تخلص ليكول ديالك غالية تقريبا شي 20 بدا العام العام مع عمرك تعاون داركم كدا واخا داركم جو بونس ما محتاجينكش
كيفاش هذا البلان هذا؟ بغيت ان جون حتى هو يولي بحال، بغيت ان يخرج معايا شي جوج زيد ولا ثلاثه من هاد الايفنت. شكون عندنا 16 عام 17 عام؟ اللي مني مقطع. بزاف. شافي اول حاجه لان في الاول غتعاني منها فيك لوطلاج ديالك اللي صغير هو لونتوراج ديالك باش تكونوا فاهمين. انت عندك 18 17 16 عام كدور كتلقى مثلا واحد مثلا هو اللي حصل مثلا كيشرب الاخر عاوتاني كيكبي دوك كيكون ديك الحاجه ديال انك تهب بهذا الطريق هذا دوك هنا لونتوراج كيلعب واحد الدور كبير. شي اليوم مشيتي تهضر واحد الناس اللي غيسيبورتوك في الفيزيون ديالك قلب شي وقت بقى سد على راسك اخويا دخل على انستغرام فولو الناس دونك فولو الناس اللي انت اول حاجه كي انسبيريو وثاني حاجه هما في واحد البلاصه اللي انت باغي توصل لها هذه مهمه كنركز عليها دونك انت غادي تجيك قال لك شتي صاحبك ولا شي جوج صحابك ديهم حداك شي اللي ما ضروكش خاصهم يكونوا في نيفو نوتر باش انت تقدر تطلعهم لعندك اما الا كان هو يجا وانت تجاوز قديما في بلاصتك واخا دونك هذه من جهه هذه من جهه هذه من جهه وكما قلت لكم لونتوراج ثاني حاجه بغيت نمشي على الدومين انا فيوز هذه واحد الفكره اللي تسوق ليها تريدينغ بزاف انك غتدخل النهار الاول 1 مليون دولار هذه ما كايناش انا نقول لكم ما كايناش سيت ان دومين اللي صعب واخا خصو الكونسيستنسي هي اول حاجه انك تكون داخل في المارشي وعارف راسك كره عندك تا طوندونس انك تخسر كما ان عندك طوندونس انك تربح مزيان ثاني حاجه هي علاش انا صراحه عاجبني الدومين وغادي نكمل اول حاجه الكونكورونس ما كايناش كتكون راسك راس المارشي حتى واحد ما كيدخل بيناتكم واخا دوزيام دي شوز انك فوق ما نوليدج ديالك طلع في الدومين فوق ما الانكوم ديالك غيطلع دونك داكشي علاش نهار تكون الكره وصلت في الدومين هذيك هي البدايه النهيار ديالك انت بزاف جاو على قبلك والاغلبيه جاو على قبلك الاغلبيه المهم وعجبتيهم بزاف دابا زيد اش بغيتك من 30 عام فين شي فراسك انت يا لا فيزيون ديالك الفيلم ديالك فين غيولي كي كونتي شي فاطا غتزوج ولا لا غنقول لكم واحد الحاجه انا الزواج كان فيه من دابا 3 سنين 4 سنين باش نواجه واضحين حالي واحد الحاجه علاش علاش صراحه جو بوك ان واحد الحاجه اللي غتجمع اول حاجه الكونسونطراسيون ديك ما كتبقاش مشتته كتفوكس على جهه واحده غير ثاني سمح لي ديك النهار ثاني ثاني قال لي دخلت معايا مي بون دونك الزواج كيجمع هذه اول حاجه كيجمع ما علاش ابارك الله ان شاء الله الشعر يبقى شويه نوصل نيفو فهمتيني فاهم ان شاء الله ان شاء الله غتولي غتفينا شوف علاش ما تقصر 43 مليون؟ انت شو الصالون هو الاولى عندي واحد الدري صاحبي عنده ابارتمون وتيخد هو ستا بروموتور ايموبيلي وبقى فلوس اللي تربح في لابروموسيون شرا بقعه في بن سليمان بناها فيلا اللي شدها من هنا تيبقى شي سلعه وكذا وهذي باش طلع واحد الفيلا وفينا عالم عنده ساكن في سيدي معروف عنده ابارتمون 130 متر هادي بخير مزيان طان طان شوية مزيان شوية سال هذيك الفيلا بجوج قال مرتو تقول لي نمشيو للفيلا نمشيو لها الفيلا كدا الفيلا واحد 400 متر تبارك الله واحد الخلا فينيسيون يا سلام نمشيو للفيلا الفيلا قال لها ودي انا ما عنديش باش نأسس لا نمشيو كدا انا صافي الصالون على حسابي كدا كلشي نقادو صافي عندي بانيو البيت نعاس واخا زيد مشى دي بانيو دارت لي ديك اللعيبه عطيني شتنشن ديك التكنيك ديالكم على العيال انتم خطر ان شاء الله يخليكم لينا الا عبد الله الا ما صعبت الصح الوحيده وما شي واحد تنعرفو هنا الوحيده قالت ليه واعر واحد التكنيك واعر قالت ليه شوف غنمشيو تما والصالون انا غنتكلم به فيلا صالون ديال فيلا 12 مليون جبدها قالت لي 12 قلت لها شوف شنو مشات جبدت لي 12 درهم الصالون 12 مليون عطات العابون بدا يصوب كدا تمام مشات الصالون تعيط السيد الصالون موجود كدا قالت لي باع قالت لي دابا طايطات
هذا وسهلا. ثاني حاجه نبغي نوصوني على الصراحه اللي انا معاوناني بزاف اللي في الصغير هي الكوتي ديال الدين. ما كنلقاوش حيت انا كنلقى تيجي في هاد الارض هادي علاش؟ حيت راه داير معاه مزيان هو ما غيخيبش. هذا واحد الحاجه اللي كنركز عليها بزاف. هاد القضيه ديال الدين مهمه بزاف اللي ما خاصكم تجاهلوها. دونك علاش؟ حيت كما قلت لكم لي سونتيمون سيكوريتي خصوصا في لونتربرونيا خاص ديما تحس بواحد الاستابيليتي مزيانه. باغ كونت تقدر تلقى على ان الناس كيديروا الميديتاسيون كيديروا بزاف الحوايج. حنا مثلا في وسط الكاميرا غادي نصلوا بيان سور. هادي دغيا ندس عليها بيرسونيل باش انا خدام. وكما قلت لكم الدين كيبقى واحد يعني عنده واحد الامباكت مهم عندي. ليكسيرف بيان سور دونك بحال قلتي هو البيزنس ديال التريدين سي ان بيزنس كيخلي ستريس بزاف واخا واحد ستريس. أول حاجة درتها إكسترا علاش؟ ولد عنده 18 عام خذ راسك. خلاني انني نحضر قدامكم بحال هكا كيبيك تبارك الله كبير هي ستميه كتكون في الانستغرام ماكسي مازيان وكيفاش تلقاو تبارك الله كتوقف الناس الفوق الناس التحت وتبارك الله هذه اول حاجه. ثاني حاجه اللي سمعتها بزاف سي ما بروميير فوا عنده سوغ سان قدام اوسي الناس. زيد واش كلمة قول الحاجة اللي طلع الصح انا بغيت نوصيكم عليها هي لونتوراج باش نهضوا دغيا حيت لونتوراج سواء يكون عندك خمسة صحاب واصلين وغيجاوبك معاهم باش تكون سادس سواء عندك خمسة في 20 وغي امباكتو فيك ما تقولش غادي لا انا كنجلس معاهم لا سي كونسون ديالك كل نهار كتفريكونتيهم راه شي نهار غادي غاسوفيك ديك الفكره ديال انك غاتمشي في الهيد ديالهم وديك الموجه ديالهم دونك ديما واخا صاحبك عزيز غيكون كلشي ولكن اذا ما كانش غيزيد واحد لافالور اجوتي سواء في المونتال ديالك سواء في البيزنس ديالك سواء واخا شي صعيبه واش تقول لا صاحبي راه الكونفورت زون هي انك كتكون مرتاح لا انا باش تقول خاصك تخرج ديما ديك التعكيشه ديما انك خاصك تلقى راسك ما مرتاحش صافي تنصب وانت غتحاول مع الجابو اجي لهنا نعلمك ندير لك كذا ما بغاش خاصك تخليه هكا سينو انت يا بيرسونيلمون غادي تشبع دونك هادي صافي حيت انت داخل ديالي شكرا لكم بزاف. فولوز ديالي سطلاك ولكن في حالي زاد نقول لهم سطلاك في حالي علاش من حال بابا صابوس دابا اي بيت انا حيت طلعت علاش علاش حيت دابا غتسول فايمون غتسول داك الشيء اللي شوف عبد الرزاق يوسف Let's go!
ليكم واحد خمسة دقائق على كونسونطري حتى الاسئله اللي كيتسولوني من زونتربرونور من ستارت اب دو لونتربرونوز باش يتقلقوش هما اللي كيبغي يدير فكره تاع اونتربريز في المغرب كنلقى عندهم هاد المشاكل اللي غنقول دابا والمشاكل كاينين غير هنا ما كاين حتى شي بلاد اخرى تقدر تكون فقير ومغربي ودير شركه وتبيعها بملايين الدولارات وي تقدر تكون مغربي وتيقفوا فوق مغاربه ويانفيسوا معاك تعال عارف الاخبار انت ديما معايا ماشي ويانفيسوا معاك اجانب مليون دولار هادشي سهل بزاف تاخ فراسك وما تكونش العقليه ديال ديكسي وما تقولش لا راه ضدي لا حنا الفقير يبقى فقير وبيع بيد مسكين سيمولاك شحال كيقول لكم ها عباد الله والفقير نوض تخدم راه ما مسوق لك حد نوض تخدم لك سي انت معكاش راه انت اللي خير هاد الهضره قال لي قبل ما نطلع للسيد ياسين قال لي عافاك ما ديرش لهم هاد الهضره اللي كتنعس ولكن جو سي اوبليجي نقولها لكم لان كلكم كنطاقعت المغاربه والله حتى حنا واعرين بالله وصفقوا راسكم على الهضره المغاربه اللي كاين هنا ولا كيجيو عندي ولا كيحاضروا عندي ولا كنعطيهم الفلوس باش يطلعوا حتى المغاربه اللي خارج المغرب انا عندكم واحد الاستوار صغيره باش ما نكتبش حتى فيها شي ما غنساليش وسي لا غون كول المهم كنت في واحد الايفنت عيطوا عليا نمشي لوندر اوطون كو سي او تاع موتور بوار ما ماركيت بليس طوموبيل استوار تما عارفينا قبل ما نتباع مشيت للانجليز واحد الايفنت هو فيسبوك ما عيطوا علينا هيد كوارتر كومبلين داون تاون تاع فيسبوك قالوا لنا تاع لوندر قالوا لي سيري جوال تقولنا واحد الكار وداك الشيء عرفتي بليون دولار كومباني سكشن على فيسبوك شي لا طريقه ديال السياحه السياحه الرقميه وكيستعبر هذا على الطريق بلا ما تحس كيدوزو كلا مساج من بعض ماركتينغ ثم غاتشوف واحد المقر واعر الفلوس بزاف با 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 وكلهم قول وكلهم بين المطرين راهو صفر واو ايدلز وغادي ما كان كونسومي حتى كنصوم شي حاجه مولف كنشوف الافلام في هوليوود في الماء كنشوفو بزاف في البريس وانا نقول زكا غنخدم الفيلتر بحال دار ياسين دابا بقيت كنسمع عليه هو كنشوف الكيوردز كنشد الكيوردز اللي كيبانوا لي مهمين باش ما ندخلش عقلي انهزاميه في البويندينغ ديالها دخلنا شدينا الصف تشيكين كذا طلعنا بقاو كيدورو معنا واحد الجروب شويه ويبان لي واحد السيد جاي كاع اللي كانوا معنا كان عندهم باج زرق تاع فيسبوك اللي كتب لنا اكومبانيومون تما جا واحد السيد عنده باج كحل موراه سيده صغيره اسيستونتير عندها باج جبيات جا ويقول لي كريجة رزاق يوسفي قال لي اه وانا عرفتو مقود وعزلني بوحدي قلت لي شكون قال لي وصلنا واحد السيركيلير بان غتجي واحد هاك الفيزانفيت ديال الكاس كيجيو الشركات كيدورو عندهم تما يوريهم وصلنا واحد السيركيلير بان غتجي واحد هاك الفيزانفيت ديال الكاس كيجيو الشركات كيدورو عندهم تما يوريهم كاين دي لي فيوتشر برودكتس حماق ديالنا كامل شي ورانا حنا ويجيو ليا بان غتجي واحد هاك الفيزانفيت ديال الكاس كيجيو الشركات كيدورو عندهم تما يوريهم التكنولوجي الاي ان دي لي فيوتشر برودكتس حماق ديالنا كامل شي ورانا حنا ويجيو ليا راسا نقول لك اللي بغيتي انت بزاف صافي غيت مغربي قبيح نقول لي شنو يخدم لك فيسبوك الباس ايماجيني كوا ان كرون بارتي من هذوك الناس اللي كانوا كيجيو عندي باقيين دي جينيور عندهم دي بريز جيتي ليا ياسين عندك عرفتي لا عرفتي شوف انا راه ضعيف قدام بزاف جبتي راه كلهم كي شي فرنش في البال شوف انا شوف ضحكوش عليا واحد شويه جي دابا ولات تحاول تقصع ياسين ولا تحت ابلودي سي طيور حد الله حد الزهر قول لي عمر نجيك من الاخر شويه شوف شو هذا لي زامبو خلاص ناري شوفوا هذه عقده اخرى الدراري حيدوها راه كيس اللي غيدوي معاك وغا يخدم غادي لاباس هذيك الساعه شوفوا كيفاش تفيقات على حدو لاباس في الاول تيبغي يبدا يشوف واحد كاطا هيبا هكذا وتيبيا والياس وهكذا مكاينش جايز والله ما كاينش واحد يدق عليك ولا سيطو لك سيطو لك ان ايميل ولا سي قول لك اجي نشوفوك واشرح لينا راه ماشي هما خايبين يجوا بحال ولا السلطان ولا الحكم ولا رشيد ها هما كراو مزيان تاع لايك يو جايز
طيح معاه سمعها في قهوه يقول لك اش غادي دير وادي الهادي سيفطها لهم باش انا نمشي نكلكا لهم قادة صافي بغيت شاف المغربي شحال الخور بعد الظهر انت تتانفيستي في لي جون لي جون ستارت اب يلا يلا عندي واحد ليكزيسيس انا موضوعك بعد الظهر حبا شوت مي شوف بدل بعد الظهر شوفو دي جون تي بيتشيو تيقول لي انا عندي بروجي كدا هادي واش اليوم معانا شي جوج ولا ثلاثة عندهم دي بروجي وندير لهم لي سيك هنا اللي بابا طلع واحد ثلاثة طلعوا لينا صعيب غنديرو شي واحد أصغر من 12 يجي هو يهز لعباكم لأن مابقاش كاين الصويا بيت الحفلة جيبوا شي واحد ثلاثة تاع تكون شي واحد ما عرفتش شفت يا سيد تم البنت هادو حبابك جاوبوا باش يشوفوا حتى كاين شي حسن حسن خاص لينا خاص لينا واحد جوج حسن كنطلعوا البيتشي هنايا وخاص هو اللي يدخل شوف الفلوس كيف هي شوف سير بزاف تيبيسي في ستارت اب شوف عندك ثلاثه دقائق غتسبيتشي لي وهو غيقول لك لي بوين دو فورس و لي بوين دو فيبلس ديال البروجي ديالك مستهزئ هادي هادا هادو خونا جينا غادي نشوفو واش جاونا قول قول غاتي هادا المسرحيه الصغير تفقعت تفقعت هاد الوليده ديال الزويون السلام عليكم مدى هذه اول مره غادي نطلع لشي بلاصه بحال هكا دقائق ما تنساش دقائق فوكس انا سيتان اوبتيسيان جديده وبدينا تحنا من والو بدينا ما مشيت حنا قبلنا غير يتامى دراري صغار وخدمنا تقاتلنا صبرنا التروطوار دينا باريال خلينا اي حاجه كيف ما كان درناها والحمد لله دابا حنا بدينا و دنا مويحيل غادي ندقى دقه شويه الصبر كتلقى شويه الصعوبات وهادي ولكن شويه الصبر الحمد لله حنا غادي ندقى دقه و جينا صافي سيري سي باقي في شاد كوندو خذ معايا في قطاع ديال الهضره المشروع اللي عندي هو واحد ان شاء الله نمشي لشي حاجه بعيده اكثر ماشي بالضروري يكون مقابل نص الدومين ممكن ان اجي صوب والديك وصوب الناس اللي دايرين الان فاش نجحت انت ماشي باش نقول شي راس مالي واخا شحال بوركا ساعه في المداخل تقدم من العام الاول العام الثاني والعام الثالث هادشي فكره لا ما عندكش فكره ماشي مشكل لي كانوا في التصوير ديالك كيف بغيت تصور هاد المال ديالك اوفلاين اونلاين اونلاين كثير بس اونلاين اونلاين كثير مثلا خبير في الكانال واش سوسيال واش اس اي او تي حساس ولا قالوا ماشيش او فيتشر كبير ديالو كان معاه
لا لا ما كان المهم هو قال لك نوض ما كانش اي حاجه غتحل يلا دابا عندو شي يلا سوفيتي انت انتربرونور كونفيرتي بيك عندك شي فرصه تكونفيرتي براندي ماكسيموم دوس جاب لي بزاف لا بيتا اخذت فلوس البيسين اول مره غادي معاك دي دوناسيون بري انفيستيسمون تصيني في الكلاود فوندي كنكوموندي على 5000 درهم تاع الساعه اول فلوس جات دور سي طارينا ودينا شي حاجه مي بان ياسين برافو برافو وي 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 برافو 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 بر
السلام عليكم. اغلب اللي فيكم كانوا كيعرفوني. شيماء تنيرس 18 عام، كنت كريتور ديت تقريبا واحد 3 سنين. هذه مشروع اللي كنت غنبدا ديجا، كنت واحد الايفنت وشرحتو سعد بزاف هاوي سمعنا وفل ما تقولش انه في المنظور ديالي سكوريت نتورك شورتس هما فيديوهات قصار ملي تبداو تشطيحو هما في اليوتيوب ياك هما بداو في تيك توك ومن بعد ولا كلشي داير كملو باش يديرو معاك لا يكونوا عاليين. الحاجه اللي فريمون خلاتني انني نفكر هاد البروجي واخا ديجا شرحت لكم ا زد الله اختي ما عقلك وقلتي لي اول حاجه خاصك بزنس بلان راه كاين مازال ما ماشي ديك الساعه جات تقولش هي درتي بزنس بلان تفهم هاد الشيء ليه زدتو برافو برافو الفكره باختصار هي انه في السوشيال ميديا عندي يعني في لاباج ديال البروفايل لاحظت بانه بزاف ديال الناس باغيين يبداو صناعه المحتوى كيعجبهم يهضروا حدا الكاميرا كيعجبهم انهم يهضروا ويكون عندهم ناس يتبعوهم كل واحد بطبيعه حاله الهدف ديالو يقدر يقول مثلا كيعجبك تكون شهور كيعجبك تكون هذا الشارع كلشي كيعرفك يقدر يقول كيعجبك تهضر حدا الكاميرا كل واحد الهدف ديالو ولكن كاينه واحده الرغبه الاغلبيه ما كيكونوش عارفين كيتلونسوا كيتفرج فيهم حتى واحد انا راه عام وانا كنحط فيديو كل نهار ما تفرجش ليا حتى شي واحد حتى جبت انستغرام شتي برافو 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 الفكره باختصار هي ان الناس فاش كيبغيو يدخلوا ما كيعرفوش حنا غادي نوفروا عليهم واحد الحاجه غادي نوريهم البيزيكس من ا لزد كيفاش انهم يكريو الكونتين كيفاش انهم يبنيو واحد البيرسونال براند وحاليا يعني فيوتشر اي انتربرونور اي واحد غادي يحتاج بيرسونال براند لاحقاش كيف ما كان قال حسن المرشدين قال لك بانه انت خصك تسعر راسك ما تخليش شي واحد يقول لك الثمن ديالك في السوشيال ميديا انت كتسعر راسك كتبني واحد البيرسونال براند وكتسوق بها الشركات ديالك هو الماركتينغ هذا لو بوزوان كاين في المارشي تقدر تبيع عن طريق وي بزاف ديال الناس راه يبداو مع هذه سوليسيون تاع بروبليم تو ديتيكتي بغاو كل دونك هاد البلاتفورم اولا هاد الويب سايت غتكون كتوفر لهم مثلا دي فورماسيون مثلا كوتشين اي حاجه تعلمهم من ا لزد كيفاش يديروا بازي كتخاف هي ولا ماشي هي ستوب سمعت السيناريو كنت بسكور شنو باش دير فلوس شنو باش نمشي فلوس هي الصراحه في لونسمون ما غاديش تحتاج بزاف ديال الفلوس لانه غادي تعاود لا حيت لونتيرم غادي تحتاج هي بحال باش انك واحد البلاتفورم ولا باش انك تحيت هذا الشيء سلايدي سكلوز وي وما غيكونش غير ديجيتال خصو يكون حتى فيزيكال الانرجي تكون عرفتي شحال خاصك ما كنعرفش لي سوسيال بيزنس بلان ان بيزنس بلان مكون من لي شارج ومن الكابيكس يعني شحال غتصرف شحال غتدخل بار من شحال غتصرف شحال غيطلع لك البلاتفورم هادي عرفتي شحال فورشيت كونت شحال وشحال ما بين يعني اللوكال وكلشي كامل تقدر تاخد واحد مثلا 60 60000 دولار ولا 60000 درهم $60,000 سي امبورطون ولكن غادي نفرحك سيقينا البزنس بلان ولا دخلنا معاك حنا ندخلو معانا نصبر على بوردي معانا بحال لا سي دي جي على بي ام سي كابيتال بي سي بغاو لي زونتربريز دومين تاع سوسيال مانجمنت واعدين عندنا حنا ولكن ضروري خاص المقاول يوعدني انا غنبقى المونتور اوفيسيال وصفقوا المونتور اوفيسيال باش نتفاجئوا أنت فهمت أنا
لا تخلي شي حاجه شوف هانت انا جوج خلاص نضرب على الوسط حساس تدخل بالدور صافي لا تخطر واحد شوفوا ما يسمعش لا ميرسي شوفوا الشباب فوزكينا في المغرب كما قلت لنا الحجاج والحجاج راه ماشي هما خيبي كيلبسوا البوطون راه باش يتبسطوا ولا خويا عزيز راه ما عارفينش انا فورمات سير قول لهم بيتي عليها بالرساله وجيب لي موديل ناجحين راه المشكل فين هو في جرب الاستثمار نقول لك الاستثمار فين ندير رايس مان ندير لوفيت فون راه كلمات ديفينيسيون ايكونوميك فينونسيير راه هي لاسوسيي عنده الفلوس ومحل ربح اجي تخاف على منكم هادشي ما تمشي لاي واحد عنده الفلوس اش تقول لي اول حاجه انت نشوف عينيك هذاك تخير راسك على جاك ولا تسكريفيتي ديجا حتى الحاج شرحوا لي مزيان بوزي كلشي كيفهم ما الحاج كاز راه كيجيب هذا ما غيفهم كيف راه سي كيوي راه انتيليجون كاش كيفهم راه يفهم المشكل راه عنده كونت في الفيسبوك عنده السوسيال عنده السي اش اونلاين راه فاهم ديجيتال في التكنولوجي ثالث حاجه قال ما طبعا نقولها خاص كومبيوتر بيرسونال براندين راه ما يمشيش شي واحد يقول لي انا عندي واحد الشركه واعره في ديجيتال ويقلب عليك انت ولا هي الشركه وما يلقاكمش ولا يلقاكم هذا الشيء عيب انا عبد ربيك ضحيتهاش جا حبيبي يا سيدي انا العويطه غسان هنا وغسان غسان مشى غسان غسان فين مشى غسان هي خدمت هي ما صافاش كدير خصهم بي ار بيرسونال براندينغ شركه بعتيها لان دورها التوب مزيان انت واعر ولكن انت ملي كتبغي تجيب الناس اللي كانفيستيو معاك الفلوس باش حنا نانفيستيو معاكم نتوما يقلبوا عليكم وكيسيرشوا عليكم ويلقاكم ضعاف ما عندكمش التاثير ما عندكمش بيزنس انفليونس وخدمنا في الفاصون ناتورال الحمد لله وجاب الله التيسير دونك فوتوس غتخدموا بيرسونال براندينغ بداو حبابكم ميتريزو البروجي ديالكم اي واحد عنده الفلوس ديالو عنده راه اون كرون شونس عندكم الفلوس وقنعوه بان ستارت اب يزيد لك التيسير بان ستارت اب راه نخسروا اكثر ما نربحوا حيت هو هذاك اللي غاتمشي عنده غالبا اللي كل واحد فيكم طاح على بالو شي واحد كيعرف مليون نسبة الخسارة 90% بغيت تشوفها حنا ربحوا في وافان اتحرك 10 مليون كتين وانا انا هو انا غاروت بحال بيرسونال نيكست ناس انا فيني بحال كونفيرسيون باش تموتيفا وطوك خسارة 90% بغيت تشوفها ولا ربحنا ربحوا في وافان اتحرك 10 مليون دخل 200 مليون وانا انا هو انا غاروت بحال بيرسونال كلي ولا بغا ما بغاش نيكست ناس انا فيني بحال كونفيرسيون باش تموتيفا وطوكو هو الكور ديال ديك لابلاتفورم هو اللي شد ديك لابلاتفورم كامله كلشي تيجي عندو تيقول له شطاط شنو كاين هنا شنو غنديرو هنا شنو نصايبو هنا وبهذا التغريبات ديالنا وكذا قدرنا نقنعوه بالفيرسيون ديال واحد بين دور الكومباني بالصاط راه فاش نقنعو حنا زوينه ما كانش حاجه سهله قنعناه غير باللعبه ديال اننا حنا مغاربه وبغينا الصاط راجي نرسمو الطريق لولاد البلاد وبنات البلاد انه انت ما يصايبو لينا الوقت هادشي اللي نقدر نبارطاجي معاكم على اليوم كامل كاين تبارك الله الشباب هضروا على مواضيع واعره بزاف بارطاجو معاكم زعما شي حوايج اللي كنت كنتمنى والله الا مريح في ديك البلاصه وعيني غضروا لي اللي كنت كنتمنى ان في بدايه الكارير ديالي حتى انا يجي شي واحد ويقول لي الساط دير هذه ما ديرش هذه ولقى عبد الساط قدامي يقول لي الساط ها انت خذ واحد جوج دقائق بيتي ديال الموضوع ديالي قول لي شنو خصك انا تهضر معايا في 100 درهم مليون ديال الدرهم الساط راه حنا كنهضروا في 200 ريال عبد الساط ما عندناش 20 درهم والله العظيم الى الوالد كان تيعطيني 20 درهم باش نمشي نقرا في الاستير الوالد ما عندوش النوصول ديال انك غتاكل كيعطيك فلوس ترونسبور 20 درهم تعطيها لك شنو تدير ترونسبور غير باش نشكرو بزاف لان هذيك 20 درهم كانت عطاها ليا محصلة على 1500 درهم تنحترمو بزاف لان مزيان كلكم تبداو تشوفوا الامور ماكرهش سي ديفيسيل ماكرهش دائما ما تقلبوش على المشكل قلبوا على الحل
الا فكرتوا دائما بهذه الفيجن ديال انكم تلقاو الحل سوي سيور ان والله الا غتنجحوا في اي دومين اي كوميرس كريبتو فايفر سيو فلسنس ديال السيو تيقلبوا على الحل ملي كتلقى شي حل صافي سهل فيه وتيخدم ليه عام كامل وخدام دونك دائما قلبوا على الحل وحاجه واحده اخرى هادشي خدا لي وقت انا عايز نبارطاجي معكم هادشي باسكو بغيتكم تعرفوا هادشي خدا لي وقت خصك تصفي قلبك القلب ديالك حيت لا باز ديال الدات هادشي راه ماشي نظري والله الا تطبيقي وهاد العب الطريق اللي درت فيه انا هادشي راه دزتو عشتو تنبارطاجي معكم اكسبيريونس صفي القلب ديالك بغي الخير للناس دائما فرح بفرح الناس دائما حاول تعاون الناس ولو بالقليل احنا دائما عندنا ديك الفكره المعاونه راه بفلوس لا المعاونه ماشي ضروري فلوس شريفك الصباح ونتلاقاك وضحك في وجهي شي ضحكه زوينه يقدر داك النهار يدوز ووح ونفيق الصباح نتلاقاك شي تنهوب شكال عليبات ما غاديش يدوز داك النهار مزيان نخليو السياسه ما نعرفش واش انت وسطي موبايل اللي معكم اللي خدام في البكار واش نهار فكرتو انكم تفاتكو اليوم وي الناس اللي كنخدموا معاهم بحال زهير بحال يونس بحال سيمون بحال كذا ان عندهم المايند سيت عندهم العقل تيفكر شويه مزيان تيديروا مزيان عارفين بان راه يوقعوا المشاكل راه غيكون خدام راه ضروري غيتحلوا ابخي هذا هو اللي زوين هذاك الشيء باش صحابك عائلتك الناس اللي كتطريح معاهم مزيان يكون فيهم دي فالور بحال هكا مزيان يبارطاجيو معاك دي فالور اللي كيحاولوا يجمعوا ماشي حاجه شي شفتو وحتى الا وقع شي مشكل ماشي كلكم تتفكروا بنفس العقل شي يقدر يكون عندها صدى قليل فشل الشركه ولا ستارت اب ولا هذا ان لي بارتنير كامل كيفكروا بنفس الطريقه هذا فشل ذريع ما يمكنش شي شركه تربح ما يمكنش شي شركه تمشي لقدام الا كانوا الناس اللي مصايبينها كيفكروا بنفس العقل لا الحمد لله انا الشانس كيو كان تبارك الله سي مولاي في محتاج نهضر لكم عليه زوير بايش باك اون تيك ما كرهش تصفوا عليه لا ما زوير باك اون تكنيك انا في لونتربرونيا دوزت ستة سبعة لي ستارت اب قبل من يو كان دونك هذا كان واحد الكلي ساكسيس بالنسبة لي في يو كان ومازال تنتعلمو مازال هذا كان واحد الكلي ساكسيس بالنسبه لي في يوكن ومازال تنتعلمو مازال